أخوي عبد الرحمن، الحس الإعلامي الموجود اليوم في الصورة الذهنية. اليوم إحنا نسوق ودائما أغلى شيء في كل البراندات هي القيم غير الملموسة. اليوم السعودية لديها يعني قيمة غير ملموسة، العدو يعرفها ويحترمها أيضا. فما أثر هذا الإعلان على صورتنا الذهنية في العالم؟ نعم، أولا يعني خلينا نتكلم مثلا قبل الإعلان. قبل الإعلان أنه لا يمكن أن يتم اختيار أي دولة إلا أن هذه الدولة تحظى يعني حقيقة بإجماع، وتحظى حقيقة بسمعة جيدة، وتحظى أيضا باستقرار سياسي، وتحظى أيضا باهتمام على مستوى العالم. يعني لا يمكن أنه والله مثلا نجي نقول أنا حنستضيف دولة مثلا أو حنرشح دولة لاستضافة مثل هذا المعرض العالمي الكبير، وبعدين ممكن إحنا نتكلم عن أمور ثانية. لا، بالعكس، هي أساسا لم يتم استضافتها إلا لأنها تخضع أو حقيقة يعني كافة دول العالم، سواء تتكلم عن قيادات، تتكلم عن شعوب، تتكلم عن مشاهدين، تتكلم عن متابعين، كلها تنظر إلى المملكة العربية السعودية حاليا نظرة مختلفة، وبالذات في الثمان سنوات الأخيرة والنقلة الهائلة الكبيرة اللي صار. وعلى فكرة المكتب الدولي جانا وشاف كل شيء، شاف البنى التحتية واجتمع مع مترو الرياض وشاف النقل وشاف صحيح. دور الإيواء وشاف كل شيء. نعم، لا يمكن أصلا يعطونك هذه الموافقة يعني كذا اعتباطا، لا، هم أعطوك الموافقة هذه بعد أن تأكد ولمسوا أن المملكة العربية السعودية عندها شيئين. أول، عندها تطور، عندها نقلة هائلة في كافة البنى التحتية، وأيضا حتى على مستوى التفكير، وحتى أيضا على مستوى التطوير، وحتى أيضا على مستوى الابتكار. أضف إلى هذا عندهم قدرة في المملكة العربية السعودية على أيضا إضافة المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة. يعني المملكة، إذا كنا ننظر للمملكة العربية السعودية حاليا يا أستاذ صلاح، أنها دولة متطورة ومن أهم الدول، يعني حتى على مستوى مثلا تكلمنا عن اقتصادات أهم 20 اقتصاد على مستوى العالم، وأيضا أهم يعني حتى أهم الدول حتى على مستوى التقنية. أيضا ننظر للمملكة العربية السعودية أنها دولة قادرة على التطور، قادرة على إضافة المزيد. يعني أنا متأكد بإذن الله أنه خلال عام 2030 ستكون المملكة، إذا كنا ننظر للمملكة مختلفة حاليا، ستكون المملكة في ذلك العام إن شاء الله، ونحن كلنا إن شاء الله بصحة وسلامة وأمنة وقيادتنا إن شاء الله، أن المملكة بتخطو خطوات كبيرة ونقلات هائلة. يعني أنت يا أستاذ صلاح الآن لو تتحدث عن أي موضوع في أو عن أي مجال في المملكة العربية السعودية، لو تتحدث عن مجال مثلا التقنية، المملكة العربية السعودية الآن، أنت الآن وأنت جالس بجوالك تطلع، وأنت جالس بالجوال تطلع الجواز، تطلع البطاقة، تطلع الرخصة، كل الأمور التقنية موجودة متوفرة. هذه والله ما هي موجودة في دول متقدمة. والله يسولف علي بعض الناس يقول في بعض الدول المتقدمة، ما راح نذكر أسماء، يقول لما تجي تطلع جواز تقعد 4 أيام 5 أيام وتماسك سيرة وأمور معقدة ومراجعات. إحنا لا، أنا أطلع الجواز وأنا جالس هنا، يمكن لو يمكن خلال الاستراحة اللي عنده معاملة مكتوبة يمكن يسويها، يعني الوضع سهل ولا الحمد. صحيح. فهذا يؤكد فعلا إحنا تركنا الشعارات للغير وركزنا على الواقع، على الأقوال. عشان كذا اليوم احنا ملفنا قوي وواقعنا ملموس، لذلك فزنا. معادلة سهلة. يا سلام عليك، صحيح، وهو هذا اللي صاير الآن. يعني أنت الآن ضربت مثل يا أستاذ صلاح بكأس العالم. يعني لا يمكن أصلا هذه المؤتمرات العالمية لا يمكن أن تمنح لدولة يعني مجاملة، لا يمكن أبدا، مستحيل هذا الأمر، لا يمكن أن يتم، وخاصة على مستوى المجتمع الدولي اللي إحنا نعلم أن المجتمع الدولي أيضا يعني لا يجامل المملكة، يعني ولو بيجامل لن يجامل المملكة. فلذلك المملكة فرضت نفسها بقوة على المجتمع الدولي من ناحية التقنية، من ناحية التطور، من ناحية حقيقة النقلات الهائلة اللي قاعدة تصير. لدينا مدن عالمية خرجت خلال السنوات القادمة، أنت تتكلم عن يوم، تتكلم عن القدية، تتكلم عن البحر الأحمر، تتكلم عن مشاريع عالمية والله لا توجد في أي دولة في العالم.